نعم، درسنا المنطق، الدرس الثاني المنطق. طبعا تحديد قيم الصواب. العبارة هي جملة خبرية لها حالتان فقط، إما أن تكون صائبة وبرمز لها بالرمز تي، أو تكون خاطئة وبرمز لها بالرمز اف، ولا تحتمل أن تكون صائبة وخاطئة في نفس الوقت. يعني الصواب برمز له بالرمز تي، والخطأ برمز له بالرمز اف. طبعا هذه تسمى ايش؟ قيم الصواب. قيم الصواب مثلا لو كانت عندي، كانت عندي العبارة ب المستطيل شكل رباعي، المستطيل شكل رباعي، طبعا قيمة الصواب التي، لأن يعني المستطيل هو شكل ايش؟ رباعي. قيمة هو شكل رباعي، المستطيل شكل رباعي، إذا قيمة الصواب تي، جملة صائبة، عبارة صائبة. يعني نفي العبارة يفيد معنى مضاد لمعنى العبارة، وقيمة الصواب له عكس قيمة الصواب للعبارة الأصلية. فمثلا نفي العبارة ب، نفي العبارة ب، نفي العبارة ب، هذه العبارة ب، نفيها برمز كذا، نفي العبارة ب، أو ليس العبارة ب. مثلا ب كانت المستطيل شكل رباعي، نفيه أنا بقول هنا ليس، هذا الرمز ليس ب، يعني معناها المستطيل ليس شكل رباعي. طبعا هنا قيمة الصواب حتكون عندي اف، خاطئة، لأنه المستطيل شكل رباعي. ويمكن ربط عبارتين أو أكثر باستعمال أداة الربط و أو أداة الربط أو، لتكوين عبارة مشتركة، تكون عبارة مركبة. عبارة مركبة تتكون من عبارتين أو أكثر مربوطات بالرابط و أو بالرابط أو. طبعا وتسمى و، هي تسمى عبارة الوصل. لما نقول و مثل عبارة بي و، العبارة جي كيو، بنقول هذه عبارة وصل. وإذا كانت طبعا بالرابط أو، بتكون عبارة فصل. طبعا بالنسبة لبي، المستطيل شكل رباعي، طبعا احنا عارفينها قيمة الصواب إلى تي، يعني صائبة. هنا كيو المستطيل مضلع محدب، نعم قيمة الصواب صائبة تي، لأن المستطيل ضلع محدب. إذا لما أقول بي و كيو، يعني بربط العبارتين، باخذ العبارة بهذه بي، باخذ العبارة بي في الأول، المستطيل شكل رباعي، أقول المستطيل شكل رباعي، الرمز هذا و اللي هو أداة الربط و، بقول و وبكتب العبارة الثانية المستطيل مضلع محدب. وبما أن قلت، بما أن العبارتين البي والكيو عبارتين صائبتين، فإن عبارة الوصل اللي هي البي والكيو تكون عبارة ايش؟ صائبة، تكون عبارة صائبة. طبعا العبارة المركبة، هنا العبارة المركبة هي العبارة المركبة التي تحتوي وتسمى عبارة الوصل، وتكون عبارة الوصل صائبة فقط، تكون عبارة الوصل صائبة فقط عندما تكون المركبات، جميع العبارات المكونة لها صائبة. يعني إذا أجاء الأولى صائبة وفي الثانية صائبة، تديني العبارة صائبة، غير الوضع هذا بتكون العبارة ايش؟ خاطئة، بتكون العبارة خاطئة. طبعا بما ان هنا قلنا بي وكيو، العبارة الاولى صائبة والعبارة الثانية صائبة، والرام الرابط بين و اللي هو اذا بتكون العبارة المركبة صائبة. بما ان كلتا العبارتين بي وكيو صائبتان، فان العبارة الوصل اللي هي بي وكيو بتكون عبارة صائبة، وتكتب عبارة الوصل اللي هي بي وكيو بالرمز بي وكيو، بي وكيو. نشوف مثال واحد. مثال واحد بيقول استعمل
العبارات بي وكيو ار والشكل المجاور، الشكل المجاور الموجود معك هنا في الرسمة، لكتابة عبارة الوصل في كل مما يأتي، ثم أوجد قيمة الصواب لها مبررا إجابتك. ب الشكل مثلث، طبعا هذا شكل المرسوم هو مثلث، إذن عبارة صائبة. كيو في الشكل ضلعان متطابقة، نعم هذا ضلع وهذا ضلع، ضلعين متطابقين، إذن العبارة كيو هي عبارة صائبة. R جميع زوايا الشكل حادة، طبعا الزاوية هنا عندي قائمة، إذا هذه عبارة خاطئة، ليس جميع الزوايا حادة طبعا، لأنه في عندي زاوية إيش قائمة. في الفقرة إيه قال لي أربط B و R، B و R، B بأخذ العبارة الأولى B، هذه B المثلث، الشكل مثلث، الشكل مثلث، الرابط و هذا و عبارة الوصل و هيوة، وبكتب جميع زوايا الشكل حادة، جميع زوايا الشكل حادة، R جميع زوايا الشكل حادة. طبعا هنا ربطنا العبارة، طبعا العبارة الأولى صائبة B صائبة، لكن العبارة الثانية جميع زوايا الشكل اللي هي Q خاطئة، إذا العبارة الأولى B صائبة والعبارة R خاطئة، إذا عبارة الوصل B و R خاطئة، لأنه الأولى صائبة والثانية خاطئة، إذا العبارة المركبة اللي هي B و R عبارة خاطئة. طبعا في عبارة الوصل تكون العبارة المركبة صائبة إذا كانت الأولى صائبة والثانية إيش صائبة، خلاف الكلام هذا بيكون خاطئ، خلاف الكلام هذا خاطئ. B قال لي Q وليس R، Q وليس R، نفي R يعني هنا Q وليس R. طبعا بنشوف Q، Q كانت العبارة، Q من في السؤال، Q في السؤال هنا في الشكل ضلعان متجاوران، إذا في الشكل ضلعان في الشكل ضلعان متطابقان، ضلعان متطابقان في الشكل ضلعان متطابقان. والعبارة الثانية طبعا R كانت جميع الزوايا حادة، هنا ليس R بتكون منفية، ليس R، ليس R بتكون طبعا وليس جميع الزوايا حادة، طبعا هذه B في Q في الشكل ضلعان متطابقان هذه صائبة، وليس جميع الزوايا حادة، نعم هذه صائبة، أصبحت الاثنين صائبات، إذن العبارة الأولى B والعبارة ليست R صائبتان، إذن عبارة الوصل بتكون إيش صائبة، اللي هي B وليس R بتكون عبارة صائبة. تحقق من فهمك، قال لي B و Q، شو B و Q؟ هذه B، بيقال الشكل مثلث صح، اذا عبارة صائبة. كيو في الشكل ضلعان متطابقا صح، اذا الاولى صائبة والثانية صائبة، اذا العبارة المركبة بي وكيو عبارة ايش صائبة. في الفقرة واحد بي، ليس بي وليس ار، ليس بي تنفي تنفي البي، بقول في الشكل ضلعان متجاورا نفيها، بتقول ليس في الشكل ضلعان متطابقان، في الشكل بتقول بي ليس في الشكل ضلعان متطابقان، طبعا اصبحت ايش خاطئه. وليس ار، ليس ار بتقول ليست جميع الزوايا حاده، طبعا تصبح الواحد اصبحت صائبه، واحد صائبه هذه اصبحت ليست بي، أصبحت ليست بي طبعا في الشكل العام متطابقا أصبحت خاطئة، وليس R أصبحت صائبة، والربط و إذا العبارة المركبة بتصير عبارة إيش خاطئة، عبارة خاطئة. طبعا تكلمنا عن عبارة الوصل، عبارة الوصل اللي هي عبارة عن و
وبتكون صائبة إذا كانت العبارة الأولى صائبة والعبارة الثانية صائبة تديني عبارة صائبة. عبارة الفصل اللي هي أو عبارة الفصل. طيب عن بي هذه درس مالك الهندسة، كيو درس مالك الكيمياء. طبعا نقول بي أو كيو، نكتب العبارتين بي أو كيو. العبارة الأولى بي اللي هي درس مالك الهندسة، هذه درس مالك الهندسة أو درس مالك الكيمياء. طبعا تكون عبارة الفصل صائبة إذا كانت إحدى العبارات المكونة لها صائبة، وتكون خاطئة إذا كانت جميع العبارات المكونة لها إيش خاطئة. طبعا إذا كانت العبارة الأولى صائبة والثانية صائبة بتكون في الحالة هذه صائبة. إذا واحدة من العبارتين صائبة بتكون عبارة الوصل بتكون صائبة، لكن لو كانت تنتين خاطئتين بتكون في العبارة في الحالة هذه عبارة إيش خاطئة، عبارة خاطئة، عبارة خاطئة، عبارة خاطئة. طبعا نشوف مثال استعمل العبارات بي وكيو ار والصورة المجاورة لكتابة عبارة الفصل في كل مما يأتي، ثم أوجد قيمة الصواب لها مبرر الجواب. طبعا بي يناير من أشهر فصل الربيع، طبعا هذا انت شايف الصورة، هذا شهر يناير، طبعا ما في ربيع ولا في شيء، طبعا ما في أوراق ولا في في الشجر ولا شيء، إذا هذه عبارة خاطئة، يعني ليس هذا شهر ربيع، هذا يناير ليس من ليس شهر ربيع. إذا طبعا أشهر الربيع هي مارس وابريل ومايو، ثلاث أشهر مارس وابريل ومايو، يناير من أشهر فصل الصيف، طبعا هذه عبارة خاطئة. عدد أيام شهر يناير 30 يوم، طبعا هذه خاطئة لأنه هنا شهر يناير عدد أيامه 31 يوم، عدد أيام شهر يناير 31 يوم وليس 30 يوم، إذا عدد أيام شهر يناير 30 يوم هذه عبارة خاطئة. آر يناير أول أشهر السنة الميلادية، نعم عبارة صائبة لأن الأشهر الميلادية أشهر السنة الميلادية تبدأ بشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو وهكذا إلى نهاية شهر ديسمبر. هنا قال لي بي أو آر. طبعا بي أو آر بكتب العبارة الأولى بي اللي هي بي هاي عدد أيام أشهر يناير 30 يوم، بكتبها عدد أيام أشهر يناير 30 يوم، يعني بتتحول من رمز من كتابة رمز إلى كتابة لغة عربية كذا. عدد أيام شهر يناير 30 يوم فقط، أخذناها من وين؟ أخذناها من العبارة بي اللي في السؤال. طيب الرابط أو يناير أول أشهر السنة، يناير هو أول شهر السنة الميلادية، طبعا هذه العبارة صحيحة. الأولى كانت عدد أيام شهر يناير 30 يوم هذا خطأ، ويناير أول أشهر السنة الميلادية هذا صائبة، إذن في الحالة هذه تصبح العبارة بي أو آر، العبارة عفوا كيو أو آر تصبح عبارة إيش صائبة، لأنه في عندي إحداهما صائبة، إذن العبارة هذه صائبة لأن العبارة آر صائبة، وتكون العبارة بي خاطئة لا يؤثر في النتيجة. يعني في عبارة الوصل تكفي يكون إحدى العبارتين صائبة بتكون العبارة صائبة، لكن إذا كان اجتمعت خطأ وخطأ بتكون خاطئة. في بي الفقرة بي قال لي بي
بي او كيو، هاي بي او كيو، بكتب العبارة كيو بي الاولى، يناير من اشهر فصل الربيع، طبعا هذه عبارة خاطئة الاولى، او عدد ايام شهر يناير 30 يوم. طبعا يناير من اشهر الربيع طبعا هذه خاطئة، وعدد ايام شهر يناير 30 يوم خاطئة. اذا العبارة المركبة اللي هو بي او كيو بتكون عبارة ايش؟ خاطئة، لانه العبارتين خاطئتين، العبارتين خاطئتين. اذا اجتمعت العبارتين خاطئتين في عبارة الفصل بيكون ايش؟ الناتج خاطئ، غير ذلك بتكون النتيجة صائبة. طبعا هنا ليس بي او ار، ليس بي او ار بنقول ليس بي، يناير ليس من اشهر الربيع، يعني نفينا العبارة بي، العبارة بي قالت يناير من اشهر الربيع، لكن هنا بنقول يناير ليس من اشهر فصل الربيع، اذا نفينا العبارة بي. او يناير اول اشهر السنة الميلادية، يناير اول اشهر السنة الميلادية طبعا هنا عبارة ايش؟ صائبة. طبعا بما العبارة هذه اللي ليست بي او صائبة، لانه ليس بي صائب وار صائب، اجتمع صائبتين بديني الصائب. بي او نشوف تحقق من فهمك، بي هنا بنقراها من هنا بالعربي، هذه بنقراها كذا، بنقراها من اليمين، اذا كانت رمز او بنقراها من اليمين، لكن لو كان رمز رياضي اللي هو او بنقراها من اليسار، هنا بنقرا كيو او ليس ار، لكن هذه يعني الرمز مكتوب باللغه العربيه كذا ار او بي، بنبدا من اليمين بنقول ار، بنكتب ار. ار طبعا يناير اول شهر من السنة الميلادية طبعا صائبة، او بي اللي هو عدد ايام بي طبعا بي اللي هو يناير من اشهر فصل الربيع، بي من اشهر فصل الربيع. طبعا ما دام عندي الاولى صائبة اذا العبارة كلها صائبة، اذا العبارة ايش بتديني؟ صائبة. قلنا ار صائبة، يناير اول اشهر السنة الميلادية صائبة، اذا الاولى صائبة، والبي البي اللي هو يناير من اشهر فصل الربيع خاطئة، طبعا اصبحت العبارة المركبة صائبة، لانه تكفي فيها تكون ايش؟ صائبة واحدة. هنا كيو او ليس ار، كيو كان عدد ايام شهر يناير 30 يوم، طبعا هذه خطأ، كيو خطأ. ليس ار، ليس ار يناير ليس اول اشهر السنة الميلادية، اذا في الحالة هذه نفي الصائب يصير خاطئ، اذا الاولى خاطئة اللي هو بي خطأ، وليس ار خطأ، اذا العبارة المركبة اللي بي او ليس ار بتكون عبارة خاطئة، لانه اجتمع عندي خطأين، خطأ في البي في الكيو وخطأ في الار. بالنسبة للفقرة سي قال لي بي او ليس كيو، بي او ليس كيو، طبعا البي اللي هي عدد ايام البي اللي هي يناير من اشهر فصل الربيع، طبعا هذه خطا، بي يناير من اشهر فصل الربيع خطا، وليس كيو عدد اشهر عدد شهر يناير 30 يوم، اذا ليس 30 يوم، اذا هنا الاولى كانت خطا والثانية صائبة، إذا تصبح العبارة المركبة عبارة صائبة. من هيك بنكون أنهينا الجزء الأول من الدرس المنطق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.